نبتة الألوفيرا أو الصبار نبتة جميلة تزرع بكثرة في جونا الحار، لكن عادة ما تقعد وتقعد إلى أن تموت. ليش؟ لأن ما حد يعطيها التقدير اللي تستاهله. أكيد سمعتي عن نبتة الصبار في الشامبوهات أو الكريمات مثلاً، لكن هل مرة فكرتي تستخدمينه أو حتى تزرعينه؟ الصبار له فوائد عديدة من خارج الجسم في الشامبوهات والكريمات أو حتى جل الصبار اللي يصلح للحروق والجروح والتجاعيد، حتى يصلح ويداوي. ومثل ما هو يصلح من الخارج يصلح أيضاً من الداخل. إذا شربناه كعصير صبار يساعد في علاج الجهاز الهضمي وحتى في علاج حرقان المعدة مثلاً، وحتى يصلح إذا ناخذه بعد المضادات الحيوية. تقدرين تشترينه جاهز أو حتى تقدرين تاخذينه من النبتة نفسها. إذا ما تعرفين شلون اسألي أي مزارع أول مرة والباقي يصير سهل. نبتة الصبار تزرع في بلادك، ابدئي وانتفعي منها اليوم. هذا كان رأيي والقرار قراركم.